انت بتعرف انه هلا البلد عم يقطع بوضع كثير صعب كل العالم، في كثير عالم خسرت شغلها، في كثير عالم من قبل مرقة بحالات اقتصادية، بيوت بحالات اقتصادية صعبة، في كتير عم يطلعوا حملات. فنحن من بيت الكل قررنا نطلق حملة اسمها إيدنا بإيد الكل. أوكي؟ هيدي الحملة رح تنطلق من ساحة النور من طرابلس يوم الأحد من الساعة 1 للساعة 7. رح كون أنا مع تراك كبير ناطرين العالم يتبرعونا بس بمواد غذائية. يفضل انه يكونوا حبوب او مع البيت بتخلص، يعني شوي تكون الاكسبايري ديت تبعها مده انتهاء شوي لقدام. ورح نكون ناطرينكم، كل شيء بتعطونا اياه في فريق رح نعمل نحن باكجينج ونحن رح نوزعه. صار عندنا داتا بيز تقريبا 300 او 400 عائله فقيره، نحن رح نوزع لهم اياهم. هودي العيال رح يكونوا بمناطق الشمال، يعني بعتذر يا ريت فينا نعمل عن كل لبنان، بس انه اذا كل واحد بمنطقته رح يكونوا من عكار اللي المنسية، طرابلس، الكورة، زغرتا، كل مناطق شمال اللي نحن قدرنا نوصل لها وناخد داتا عن هيدي العيال الفقيرة. بدي اتوجه بالشكر لجروبات على واتساب اوريدي تواصلوا معي. في جروب من الكورة اوريدي بلش يجمع، صار عنده تقريبا 50-60 حصة غذائية رح ينزلنا اياها يوم الاحد. في جروبات كمان من طرابلس بدي اقول لهم ثانك يو، بدي اقول كل العالم انه انا ناطرتكم الاحد بساحة النور من الساعة 1 للساعة 7 تنحط ايدنا بايد الكل.